לאחר שהסירה המדינה את אחריותה מתושבי הצפון בעת המלחמה, מתברר כי גם את ועדות החקירה לתפקוד המערכות האזרחיות בזמן המלחמה משאירה המדינה לארגונים החברתיים. הארגונים ממלאים את החלל, מתחקרים ומבצעים שימועים כדי להציף את מחדלי המערכות הממסדיות בזמן המלחמה. פרויקט כוכב הצפון, שמרוכז על ידי שתיל, מבצע שימועים פומביים בערים שונות בצפון. יצאנו לנצרת. حان الوقت لمن جمهورنا لاعطاء الفرصه لاسماع صوته مباشره واخذ هذه المعلومات وهذا الصوت الذي سنسمعه اخذه الى الاماكن التي يجب ان يتعاملوا معه سيكتب تقرير عام وهذا التقرير سيقدم الى المراجع المختصه سواء في مراقب الدوله او لجنه بنوغراد او اللجان المختصه في الكنيسه هكذا وعدا شكيل. فطبعا انتظرنا احنا سيارة الاسعاف حتى تصل او حتى الشرطة. سيارة الاسعاف وصلت بعد تقريبا 3/4 ساعة. لما رحنا على المستشفيات ما كان في استعداد انهم يستقبلوا اي متضرر، يعني مثل تقول فوضى وكايمة كانت، يعني حتى اللي بده علاج ولا إشي يكتب له على الورقة هيل مروح. احنا بنتعالج على حسابنا، ما توجهنا لحالنا عنده، بندفع مصاري حق أدوية وحق شو اسمه، ما في حدا قالنا من وين انتو. هناك استعدادات من المفروض أن تكون، وهناك مواد إرشادية من المفروض أن تكون بلغة الناس، الأمر الذي لم يتوفر. وعشنا فترة كثير كثير صعبة، وواجهت كثير صعوبات مع الأولاد الصغار، يعني أنا كوني أنه أنا بجيل كبير أهون من بنتي بجيل صغير. يولي تامير كمان إجت تختر، إجت عنا كثير لأن شافوا الأمر اللي حدث، أنه أول مرة ببلد عربي بيصير هيك إشي. أو من بعدها إحنا ما شفناش حدا. طلبت عندي بنتي بالنسبة لبسخولوج، طلبته لحد إسا أي مؤسسة عم بتصير لها لبسخولوج يلديم عم برفض الجيل اللي إلها. هل المستشفيات ما كانتش تسجل نتيجة جهل المستشفيات للتعامل مع الطوارئ، ولا نتيجة قصور معين؟ إيش تعتقد؟ إيش المساعدة اللي أخذتوها؟ شو وضع البيت اليوم؟ أول إشي بيت ما فيش بالمرة، البيت انهد على الآخر، ما طلعش من البيت ولا اي شيء غير انا وامي وابوي اللي طلعنا. يعني جعلنا سيخلوج من البلديه حكى معنا كم من سؤال وكيف شخصنا، ولحديت هسه بعده ما رجعش ولا بعثوا لنا اي واحد اي بعث لنا شيء.